في خدمتي في عائلتي. ومن الدقيقه الاولى بداو المساجات نتاع شميتة وياه فيك ومريم تحت فيك ومريم سي خرجت لك حقيقتك. قداش حاجت من مره؟ 4 مرات. اثر هذا على طريقه تفكيرك ولا ليه؟ ثم سؤال ما كنتش نطرح على روحي بالشكل نطرح فيه تو، هل العمل هذا ايش يسوى عند ربي سبحانه وتعالى؟ ملا علاش تغششت وهبط فيديو تلمح فيه العبد الحميد بوشناق دون ذكر اسمه ديجا في حد ذاته؟ وصل مشي عمل ضغط لوزارة الثقافة باش ينحيوا الفيلم من الفقاعات السينمائية. هذا اتهام خطير. خطير. وصلت نخرج في الشارع حاجمة عيني في القاعة نقول يا ربي أنا توا وصلت لازمني نبرر على ذوكم الحكايات اللي حكيتهم مريم اللي هما ماهمش بالحق. تشفق انه عندك عندك مبيض أنثوي مع عضو ذكري. صغيرة في بريود متاع 40 يوم هكاك. ثالثة ابتدائي نلبس طبلية روز، شعري مشدود، دارنا وجماعة معناها الأنتوراج كل عيطوا لي آمنة، وأنا في الأوراق كي معلم يعمل لابيل محمد أمين عفاف. يقول إنه الفيلم نتاعو خذاه في أيام قرطاج السينمائية. سامحني بعد مشيت تفرج في الفيلم نتاعي زد عمل زد دي سيكونس. الحاج صالح جدي صاحب أول قبلة تتعدى في تلفزة تونسية. ربي سعاده قالك يقول لك الا من تاب واصلح هيك ولا الله غفور رحيم. لقطه البوسه قداش عودتها من مره؟ برشا يجي 6. وعلاش؟ ما كناش قابلينها. انت تعطي 3-4 غاني تحب تغنيهم بعديك تصير كيما نيغوسياسيون. ما عندكش الحق تغني في اكس فاكتور فضل شاكر. التنمر وكل حاجات اللي تعرضت لهم خلتني كلي نمرض ونسكر على روحي. ما يلعبوش معاك معاش يا راجل تضرب خبشوني منك. حكيت وجع برشا. قداش ولدك عمره؟ 14 سنة. معناتها أنا جو سوي سون إيدول. ولايت صغير أبوه متوفي. ولدي وصل ما عادش حاب يمشي يقرا هيدي. يمشي ويسألني يقول لي بالحق ماما. يقول لي أنت صاحبتك مريم. كيفاش تحكي عليك هكا؟ ما عندكش مشاعر تجاه حتى جنس؟ تكوين أسرة ما كان انا حتى لتو 31 سنه ما نحبش روحي باش نلوج على الحق. ترتاح اكثر انت في ثوب الرجل اكثر ولا في ثوب المراه اكثر؟ الزوز نستعملهم يوميا كل دقيقه نص ساعه ساعه. شكون الممثل رقم واحد في تونس؟ فتحي ممثل كبير ياسر، ولكن الثراء اللي عند كمال اكثر من الثراء اللي عند فتحي. احتمال انه مريم تدخل الحبس بشكاية متاعك نسبة قديش؟ صفر. انا حبيت رد اعتبار متاعي بصورتي بختية بفيديو دايغ في الاسقاط متاعي حطيت شروط. هل صحيح انك طلبت 20 مليون باش تنجم تعمل اسقاط لمريم الدبيرة؟ من الاول وقت عطيت الاسقاط والله يعطيك الصحه فما اللي قالوا لي يعطيك الصحه وانت كلاس وتبارك الله. وكان نقول لك سبين علاش تعطي في الاسقاط يا رخيصه انت توا كوقت عطيتها الاسقاط خايفه منها خاطر عندها دوسيه تعليق. بسبب مسلسل تتعدى على مجلس التاديب والقرار بشانك شكان؟ نقله وجوبيه مع تغيير الاقامه.